اهلا وسهلا بيكم كل متابعين الوطن تي في. يمكن الشغل الشاغل حاليا غير بدايه الدوري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تحديدا وكل متابعين الكره في مصر، يمكن مصير رمضان صبحي. رمضان صبحي انتهت اعارته من نادي هدرسفيلد الانجليزي للنادي الاهلي مع نهايه الموسم الحالي. يمكن الموسم عندنا مع اختلاف المواعيد بدايه الموسم ونهايته بسبب كورونا، احنا الموسم عندنا مطول شويه لسه لحد شهر نوفمبر، ولكن هدرسفيلد الموسم الجديد بتاعه هيبدا، فبالتالي هو دلوقتي طلب من رمضان صبحي العوده للنادي للتدريب وعدم التدريب مع النادي الاهلي في ظل انتهاء الموسم في معظم الدوريات الاوروبيه اللي هو مرتبط لان هو عقده الاساسي مع نادي هدرسفيلد. طيب دلوقتي هل رمضان صبحي مصيره ايه؟ رمضان صبحي ما اتدربش امبارح الخميس او الجمعه مع النادي الاهلي، وده يعني ان هو خلاص بنسبه كبيره او بالتاكيد هيكون خارج مباراه امبي اللي جايه يوم الاحد في اول مباراه للاهلي في الدوري، المباراه المؤجله بنسبه كبيره او بنسبه تقترب من 100% رمضان صبحي هيكون بره حسابات فايلر في المباراه. رمضان صبحي رايح فين؟ الناس كلها بتسال رمضان صبحي هل الاهلي هيوصل لاتفاق مع هدرسفيلد وبالتالي رمضان يكمل مع النادي الاهلي عشان عنده حلم بطوله افريقيا، ولا رمضان صبحي هيرجع هدرسفيلد ولا هيكون في مكان تاني؟ طيب خلينا نسرد كل العروض اللي عند رمضان. في عروض شفويه وعروض رسميه. العروض الشفويه من اولمبياكوس اليوناني، من اشبيليه الاسباني، دي عروض شفويه لم تصل لمرحله الرسميه، وكمان كان في اهتمام من نادي اودينيزي الايطالي. طيب مين بقى اللي فيه كلام اكتر او فيه اتجاه اكتر؟ يمكن نادي الماريا الاسباني، كان هو بيلعب في دوري الدرجه الثانيه ومرشح للصعود للدوري الممتاز لانه هيلعب البلاي اوفس او الدور المؤهل للدوري الممتاز، والمالك بتاعه طبعا هو المستشار تركي آل الشيخ. في مفاوضات برضو شفويه، ما فيش اي عروض رسميه، ولكن العرض الشفوي اللي اتقال لنادي هدرسفيلد من 4.5 مليون يورو ل 5 مليون يورو نظير التعاقد مع رمضان صبحي، في حين ان عرض النادي الاهلي 3.5 مليون دولار. هدرسفيلد شايف ان عرض الماريا ده لن يعوض لانه مش هيقدر يبيع رمضان صبحي برقم اعلى من كده حتى لو بيع جوه الدوري الانجليزي نفسه او لاي من الدوريات الاوروبيه. الاهلي مش هيقدر يزود عن ال 3.5 مليون دولار. رغبة رمضان هنا حاليا ملهاش أي تدخل في الموضوع، لأن رمضان على ذمة هدرسفيلد، هو المتحكم في عقد بيع رمضان. طيب العرض كان عامل ازاي أو تفاصيل العرض بتاع الماريا كانت عاملة ازاي بالنسبة لرمضان؟ رمضان اعترض في البداية على فكرة انه يلعب في الدرجة الثانية، قال انا لا بحب العب في الدوري الممتاز، فتقال له انه اتعرض عليه انه ممكن يلعب لمدة سنة إعارة في الزمالك او سنه ينتقل للزمالك وبعديها يكون مع الماريا في حاله عدم صعوده للدوري الممتاز السنه دي، وده العرض اللي رمضان رفضه تماما. ايه في عروض او في اوفرز ثانيه من نادي الماريا كانت بالنسبه لرمضان، وهو الانتقال لنادي بيراميدز، وده العرض اللي رحب بيه رمضان جدا. رمضان مرحب بارتداء تيشيرت بيراميدز من السنه اللي جايه، وخلينا نقول ان ده هيبقى برضه ليه عوامل تانية. احنا عارفين ان شريف اكرامي على اعتاب الانضمام لبيراميدز، بعد نهاية الموسم الحالي هيعلن انتقاله لنادي بيراميدز بشكل رئيسي، وعلاقة النسب اللي ما بين رمضان صبحي واكرامي بتدي افضلية او بتدي رمضان راحة نسبية ان هو يروح بيراميدز. كمان العرض المالي اللي جاي لرمضان صبحي اللي بيقترب من 30 مليون جنيه في الموسم بالنسبة لرمضان هيكون حاجة مغرية جدا ان هو يكون موجود في نادي بيراميدز خلال الموسم اللي جاي. الاكيد ان رمضان حاليا موقفه معلق. هل رمضان خارج النادي الاهلي؟ لا، رمضان لسه لحد دلوقتي في كلام وفي مفاوضات، والاهلي ممكن في اي لحظة خلال الاسبوع اللي جاي دوت يوصل لاتفاق مع هدرسفيلد بشكل نهائي لبيع رمضان للنادي الاهلي. ولكن في ضغوط شديدة على رمضان ان هو ينتقل لبيراميدز او يقبل عرض الماريا او يشوف لو في عرض تاني من الناحية المادية افضل بالنسبة لرمضان خلال السنة اللي جاية عشان يكون بشكل كامل او بشكل جاهز ان هو يمثل منتخب مصر في الاولمبياد او يلعب مع المنتخب الاول. خلينا نقول كمان بقى على مستوى النادي الاهلي، النادي الاهلي هيخسر ايه في حالة ان رمضان مش موجود؟
خلال فترة الإعارة الأخيرة لرمضان صبحي دي اتعرض لإصابات كتير جدا وغاب عن مباريات كتير جدا، لدرجة إن رمضان صبحي ما لعبش مع النادي الأهلي غير 9 مباريات بس، 9 مباريات بس اللي استفاد بيها النادي الأهلي من رمضان صبحي خلال الموسم اللي فات اللي كان معار فيه من هدرسفيلد. طبعا الموسم تعطل بسبب كورونا لمدة 4 شهور، ورمضان كان مصاب لفترة طويلة وكان غايب بسبب لعبه مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية اللي فاز بيها مع منتخب مصر، ولكن في النهاية الأهلي لم يستفيد من رمضان غير في 9 مباريات، 6 مباريات في الدوري و3 في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي كان متعاقد مع رمضان بمقابل 1,600,000 دولار على سبيل الإعارة، فيمكن دي الاستفادة. فبالتالي الأهلي اللي محقق كل الانتصارات دي على مستوى الدوري وعلى مستوى بطولة أفريقيا في ظل غياب رمضان عنده بدائل كتير، عنده كهربا. ده يفسر ان ليه ريني فايلر اصر على استمرار كهربا وعدم اعارته، لانه هيبقى بديل لرمضان في حالة رحيل رمضان، وكمان هيبقى من السنة اللي جاية موجود طاهر محمد طاهر عشان يزود القوة الهجومية للنادي الاهلي، مع طبعا الموجودين دلوقتي زي جونيور اجاييه، زي افشة، زي في خط الهجوم اليو باجي، مروان محسن. فيمكن الاهلي مش هيكون عنده مشكلة كبيرة لانه بالفعل تعامل مع غياب رمضان في ظل غيابه بالإصابة. رمضان لسه مصيره غير محسوم في النادي الأهلي. النادي الأهلي خلال الأسبوع ده هياخد القرار النهائي سواء بدفع التكاليف المالية اللي نادي هدرسفيلد طالبها وبالتالي الإبقاء على رمضان، أو إن رمضان يشوف طريقه مع نادي هدرسفيلد. من الصعب إن رمضان يلعب في دوري الدرجة الثانية، هو رافض الفكرة أو المبدأ دوت بشكل كبير، فبالتالي هيكون الافضل بالنسبه له عنده عرض بيراميدز، عنده العروض الاوروبيه لو حد تقدم بشكل رسمي، ولكن المقابل المادي هو اللي هيفصل في صفقه انتقال رمضان صبحي خلال الايام القليله القادمه.